بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة والطالبات، إخواني المشاهدين والمشاهدات، مرة أخرى مع نظرية الالتزامات والعقود ضمن سلسلة محاضرات جامعية ميسرة، ومع المحاضرة السابعة في المخصصة لوجود الرضا تتمة ودائما ضمن أركان العقد، مع الركن الأول اللي هو الرضا. هذا الرضا الذي قلنا أنه يشترط فيه وجود الرضا وصحة، ثم صحة الرضا. ووجود الرضا يشترط في أولا التعبير عن الإرادة، وقد تحدثنا عنه آنفا، ثم اليوم مع تطابق الإرادتين في البند الثاني. إذن انعقاد العقد يتوقف على صدور الإيجاب من طرف وقبول من الطرف الثاني مع اقترانهما وتطابقهما. إذن هناك شروط: أولا صدور الإيجاب، ثانيا صدور القبول، ثالثا ورابعا اقترانهما وتطابقهما. أولا الإيجاب. الإيجاب هو العرض الذي يتقدم به الموجب أولا لإبداء رغبته في التعاقد، موجها إلى شخص آخر محدد أو إلى أشخاص آخرين. فإذا هناك دائما المبادرة الأولى في التعاقد تسمى إيجابا، تصدر من شخص أو عدة أشخاص، فيتقدم بهذا الإيجاب إلى الغير، كالبائع والمشتري مثلا. يقول البائع بيعني كذا، يقول المشتري بيعني كذا، ويقول الآخر قبلت، أو يقول المشتري أو يقول البائع أبيعك كذا، فيقول المشتري قبلت. هنا الإيجاب والقبول إذن واضحة. هنا يجب التمييز بين الإيجاب كمبادرة الأولى وبين الدعوة إلى التعاقد حتى لا يختلط الأمر فيما بينهما. فالإعلانات التي يعلن عنها في الجرائد والصحف اليومية من أجل المشاركة إما في مزايدات علنية أو في البحث عن من يفوز بامتياز مثلا، أو الرغبة في التوظيف أو ما إلى ذلك، هذه تسمى دعوة إلى التعاقد ولا تسمى إيجابا. لماذا؟ لأن لو سميت إيجابا، مثلا الإعلان عن التوظيف لو سمي إيجابا لا كان كافيا بالنسبة للشخص، لأن الوزارة التي تعلن على سبيل المثال اللي كانت وزارة، إذا اعتبرناه إيجابا يكفي أن يستجيب الشخص الذي توفر فيه الشروط للإعلان فيكون موظفا، وهذا غير صحيح. فإذا حتى ولو فيه شروط وقدم الملف جاهزا بكل وثائقه، هذا لا هذا هو الإيجاب. ومن ثم فدعوة الوزارة أو جهة أخرى إلى التعاقد أو إلى التوظيف هو دعوة إلى التعاقد ولا يسمى إيجابا. إذن فما هو الإيجاب هنا؟ الإيجاب هو استجابة من وجهت إليه الدعوة الذي توفرت فيه الشروط أولا وقدم ما هو مطلوب منه من وثائق وغيرها، هذا هو الإيجاب. فأين القبول؟ القبول ينتظر من طرف الشخص الآخر اللي هو من صدرت منه الدعوة إلى التعاقد، سواء كانت وزارة أو غيرها، عن طريق إما مباراة أو النجاح في المباراة، أحيانا قد تكون كتابية وأحيانا شفوية أو هما معا بحسب. إذا نميز بين الإيجاب الذي يصدر من طرف، والمبادرة الثانية مباشرة تسمى قبولا فينعقد العقد، هذه الحالات العادية في العقود العادية، وبين الدعوة إلى التعاقد التي تأتي من طرف من بعض الجهات، ومنها البيوعات في المزادات العلنية، فما يصدر من المحاكم وغيرها في إطار هذه البيوع إنما هو دعوة إلى التعاقد، لأن يعني المتزايدون حينما يحضرون المكان مجلس العقد، يعني لا يقبل من الأول منهما الذي يقدم الثمن مثلا الافتتاحي، هذا لا يعتبر، هذاك الدعوة لا تعتبر إيجابا، ولو اعتبرت إيجابا اكتفي بأول مبادرة قدمت الثمن الافتتاحي، ولكن القانون يقتضي أن تكون هناك مزايدة، فيعطي الأول الثمن الأول، فيعطي الثاني الثمن الثاني، فيزيد عليه حتى يرسو المزاد على آخر متزايد، هذا هو القبول. آخر متزايد هذا هو القبول فينعقد العقد. إذن نميز بين الإيجاب والدعوة إلى التعاقد. ثانيا القبول. القبول هو الإرادة الثانية التي تصدر من الطرف الثاني الذي تقابل
الإيجاب فينعقد بها العقد، لكن من أجل انعقاد العقد بالقبول اللي هو القبول الذي صدر مستجيبا للإيجاب يشترط كذلك أن يكون هناك اقتران القبول بالإيجاب وتطابقهما. ما معنى الاقتران وما معنى التطابق؟ الاقتران هو أن يصدر القبول في الزمن والوقت الذي لا زال فيه الإيجاب قائما، أما إذا سقط الإيجاب فلا عبرة بصدور القبول بعد ذلك. إذن أن يصدر الإيجاب قبل القبول قبل سقوط الإيجاب، لأن الإيجاب لا يبقى دائما، فيقترن به، فيقترن القبول بالإيجاب فينعقد العقد. إذا كان يعني خصوصا إذا كان مقترنا بأجل، إذا كان مقترنا بأجل فيجب أن يصدر القبول داخل الأجل، هذا هو الاقتران، إذن أن يصدر القبول ما دام الإيجاب قائما. أما التطابق هو أن يصدر القبول متطابقا لما ورد في الإيجاب، بحيث لا يختلف القبول عن الإيجاب لا في الزيادة ولا في النقصان ولا في التعديل ولا في إضافة الشروط أو ما إلى ذلك. لو صدر القبول لكن غير مطابق بمعنى فيه زيادة أو فيه نقصان أو فيه تعديل أو فيه شروط لا يعد قبولا، بل يعد إيجاب جديد يتوقف على قبول جديد. وهذا ما صرحت به المادة أو الفصل 27 من قانون الزمة العقود الذي يقول: الرد المعلق على شرط أو المتضمن قيدا يعتبر بمثابة رفض للإيجاب متضمنا إيجابا جديدا. هنا مثلا كأن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة بألف درهم، هذا إيجاب، فيقول القابل: قبلتها ب 800 درهم. هل هذا قبول؟ هذا ليس قبولا، هذا إيجاب جديد، فيتوقف على ردة الفعل ديال الموجب اللي هو البائع. فإذا قبل ب 800 درهم انعقد العقد، لأن هناك قبول القبول إيجاب جديد ثم القبول، فإذا لم يقبلها وهكذا حتى يتوافق الطرفان. فلهذا يعني يشترط في القبول الذي ينعقد به العقد أن يصدر مقترنا ومتطابقا مع الإيجاب الأول. ونظرا إلى أن التطابق بين إرادة الموجب وإرادة القابل يختلف بحسب اختلاف نوعية التعاقد بين حاضرين وبين غائبين، يعني خصوصا يعني بين غائبين بالمراسلة يتراسلان من أجل التوافق بين الإيجاب والقبول، فهذا يقتضي الحديث عن نتائج القانونية المترتبة عن التعاقد بين حاضرين في مجلس العقد وبين غائبين. أولا التعاقد بين حاضرين في مجلس العقد، الفصل 23 من قانون الالتزامات والعقود يقول: الإيجاب الموجه لشخص حاضر من غير تحديد ميعاد يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور من الطرف الآخر. إذن يعتبر المشتري أن الإيجاب الموجه لشخص يجب أن يصدر القبول، الإيجاب الموجه لشخص يجب أن يصدر منه القبول فورا، كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور. إذن هو نص على الفور، ولكن ما حدود هذا الفور؟ ما زمنه؟ واش هو ساعة وساعتين يوم على الفور؟ يعني المشرع اشترط أن يصدر القبول موافقا ومطابقا للإيجاب على الفور. غير أن الفقه الإسلامي وبعض التقنينات الأخرى المقارنة اعتبرت أن مجلس العقد يظل قائما ما بقي الطرفان منشغلين بالتعاقد، وينفض إذا انصرف الطرفان، إذا انصرفا معا أو انصرف أحدهما أو كليهما أو صرف يعني أحدهما صارف أو شاغل عن التعاقد. بمعنى آخر عندنا ما يسمى بمجلس العقد اللي هو المكان التعاقد الذي يجتمع فيه الطرفان اللي هو الموجب والقابل، فينبغي أن يصدر القبول في مجلس العقد مطابقا للإيجاب على الفور. هذا الفور اعتبر الفقه الإسلامي
وهنا نحن نتحدث عن الفقه الإسلامي، هنا لابد من استحضار نص الحديث اللي هو الدليل في هذا المجال. كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هنا اختلف الفقهاء، هل التفرق بالأبدان أم التفرق بالأقوال؟ فلهذا ما صدر من بعض التقنينات الوضعية يناسب ويطابق الحديث النبوي الشريف الذي اعتبروا فيه أن الإيجاب يبقى قائما ما دام المتعاقدان منشغلين بالعقد. فإذا انصرف عن مكان العقد، مجلس العقد الذي يسمى مجلس العقد، إلى مكان يمكن يكون هو الرحبة، يمكن يكون مكان لبيع مواد معينة، إذا انصرف معا وتفرق لم يعد الإيجاب قائما، وبالتالي لا يمكن أن يكون أي ردة فعل قبولا. أو انصرف أحدهما وذهب إلى حاله، أو بقي في محلهما ولكن انصرف عن العقد، أحدهما منشغل بأشياء أخرى غير العقد، هنا لم يعد الإيجاب قائما، فإن الإيجاب قد سقط، ولا عبرة للقبول الذي يأتي فيما بعد بعد سقوط الإيجاب، بل يعتبر إيجابا جديدا. وهذا معنى الحديث، وهذا معنى ما ذهبت إليه التقنينات الحديثة. هذا التعقد بين حاضرين في مجلس العقد، التعقد بين غائبين بالمراسلة، التعقد بين غائبين بالمراسلة يتم بين متعاقدين لا يجمعهما ولا يضمهما مجلس واحد بينما أحدهما في بلد والآخر في بلد أو في مدينة ومدينة إلى آخره، فيتراسلان كأن يرسل تاجر مثلا موجود بمدينة البيضاء إلى تاجر بأكادير يطلب منه أن يشتري منه سلعة معينة. إذن هنا صدر الإيجاب من تاجر موجود بمدينة البيضاء موجه إلى تاجر بأكادير، وهذا التاجر بأكادير سيصدر منه قبول، إذا قبل سيصدر منه قبول. هذا الإيجاب والقبول عن طريق المراسلة، سواء تمت بالمراسلة العادية التقليدية أو بالمراسلة الحديثة الإلكترونية، رسالة إلكترونية، فمتى يعتبر هناك؟ ما هو المكان والزمن اللذان انعقد فيهما العقد؟ هل هو مكان وزمن صدور الإيجاب اللي هو مدينة الدار البيضاء؟ هذا غير ممكن لأن ليس هناك قبول. أم مكان وزمن الإعلان عن القبول؟ الإعلان عن القبول اللي هو مدينة أكادير، لأنه في مدينة أكادير صدر القبول، هذا هو الإعلان. أم مكان وزمن العلم بالقبول اللي هو البيضاء؟ شنو هو العلم؟ هو مكان علم الموجب بالقبول، لأنه هذا صدر الإيجاب وجاء عن طريق رسالة إلى أكادير إلى تاجر آخر، هذا صدر في التاجر في أكادير القبول، هذا كيتسمى الإعلان، أعلن فيه عن القبول، ولكن الموجب لم يعلم بعد بالقبول. إذا الدار البيضاء إذا ذهب القبول إلى تاجر بالبيضاء عن طريق الرسالة ووصل إليه، هذا هو اللي كيتسمى العلم بالقبول. فمتى ينعقد العقد؟ هل هو تاريخ ومكان الإعلان اللي هو أكادير، أم زمان ومكان العلم بالقبول اللي هو مدينة البيضاء؟ المشرع المغربي مرة أخرى أخذ بنظرية إعلان القبول، فينعقد العقد في مكان وتاريخ إعلان القبول اللي هو في صورتنا هي مدينة أكادير، وهذا ما ورد في المادة 24 من قانون التزامة العقود التي تقول: العقد الحاصل بالمراسلة يكون تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإجابة، من تلقى الإجابة بقبوله، يعني مكان والزمان، الوقت والمكان، الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإجابة، يعني من تلقى الإجابة هنا هو القابل، تلقاه بمدينة أكادير فرد فيها، إذن مكان، إذن أعلن بنظرية إعلان القبول، فهذا هو ما أخذ به المشرع المغربي. قد يقال ماذا يترتب عن هذا الاختلاف الفقهي؟ ما الذي يترتب عنه؟ له ثمرة فقهية، وهي فلو مثلا فلو مات القابل، إلا أخذنا بنظرية الإعلان، نظرية الإعلان سهلة، لأنه إلا أخذنا بنظرية الإعلان يعني بمجرد التي أخذ بها المشرع المغربي، بمجرد أن يتوصل يعني الشخص التاجر بأكادير بالإيجاب وأعلن قبوله انعقد العقد. ولكن متى يكون هناك إشكال في هذه النظرية؟ لو أخذنا بنظرية العلم بالقبول اللي هو تشترط أن هذاك القبول يجب أن يذهب إلى التاجر بالبيضاء فيعلم به، هنا هذاك الفترة ما بين صدور القبول ووصوله إلى الموجب بمدينة أخرى يمكن أن يقع ما يؤثر في المعاملة بحال الموت، موت الشخص التاجر الذي صدر منه القبول. فلو مات قبل أن يصل القبول إلى التاجر بالبيضاء اللي هو فيحصل العلم، فلو مات قبل ذلك لما انعقد العقد، من عقد العقد لأنه
لم يصل بعد الى التاجر هناك فيعلم به. لو اخذنا بالنظريه ديال العلم، بالعلم سيقع هناك اشكال، ومع لحسن الحظ المشرع لم ياخذ بهذه النظريه، لهذا من اجل تقليل المخاطر التي يمكن ان تهدد المعامله، لهذا اخذ بنظريه الاعلان بالقبول. اذا باختصار هذه اهم ما يتعلق بهذا المطلب اللي هو اللي كيتعلق بالرضا واللي كيتعلق بالتعبير عن الاراده، على اساس ان شاء الله ان نواصل الحديث في المحاضرات المقبله عن بقيه الاحكام المتعلقه بالرضا، والحمد لله رب العالمين.